بمناسبة اليوم العالمي لطريقة برايل الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، افتتحت في مدينة الموصل أول مطبعة متخصصة في العراق. المطبعة التي حملت اسم أم الربيعين بإمكان المقيمين عليها أن يطبعوا جميع الكتب بطريقة برايل، ما فتح المجال بشكل أوسع لهذه الشريحة المهمشة والتي طالما طالبت الحكومة الاتحادية بإنصافها والالتفات إليها. طبعا هاي الاجهزه جايه بتبرع من يعني جهات خيريه، وناس هم جمعوا بيناتهم مبالغ وساعدوهم، لان هذه هم يعرفون يعني كيف يشتغلون عليه هذول المكفوفين، وعندهم ايضا مكان خياطه انا شفت وشفتهم دا يقرون يعني قران دا يقرون، يعني هم رغم هذا الشيء اللي عندهم يعني رغم كونهم مكفوفين لكن هم ما شاء الله عليهم كانما يبصرون كل شيء. يعني بمناسبه اليوم العالمي لطريقه برايل للقراءه والكتابه الخاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه البصريه والذي يعتبر اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه البصريه، تفتتح مؤسسة أم الربيعين تنموية المكفوفين وضعاف البصر أول مطبعة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في العراق، والتي تختص بطباعة مختلف أنواع الكتب العلمية والأدبية بطريقة برايل، وهي مطبعة أم الربيعين للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. طبعا نهدف من هذه المطبعة لكثير أشياء، أولا كما ذكرنا تزويد أولئك الأشخاص بمختلف أنواع الكتب التي ممكن تكون كمبادرة منا أو حسب الطلب والحاجة من أولئك الأشخاص، وأيضا تعميم طريقة برايل في العراق أسوة بالدول المتقدمة. شعور بصراحة كثير حلو وشعور كله فخر وسعادة بأنه افتتحت أول مطبعة على مستوى العراق كله، وإن شاء الله نقول هاي بداية ونتمنى وبالمزيد من الدعم من السيد المحافظ ومن الحكومة المركزية والمحلية بأنه يدعمونا مثل ما يقولون ويقفون بجانبنا ويساندونا، يعني أنه يطلعون مثل ما يقولون على شريحتنا أكثر وأكثر ويلتفتون أكثر ويخصصون دعم مالي لشريحة المكفوفين أو لكل المعاقين. وأنا الحمد لله واحد من المكفوفين، وأريد أوجه رسالة طبعا ذوي الإعاقة بالكل، أنت لا تخلي لا تخاف أي شيء من قدامك، وروح وتعال ولا تأيس من أي شيء، يعني أي شيء لا تخاف منه ولا تأيس ولا تضوج ولا تنقهر. إذا أكو شخص قدامك يحطم بمستقبلك يحطم بأي شيء، خلي كلامه وراك، يعني امشي وكمل هاي المسيرة. إذا الشخص ما يعني حتى أكو ناس إذا أهلك ما وياك كمل مسيرتك وحدك ولا تخاف من أي شيء.